فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رجع المصلي إلى الخلف لفتح الباب أو لأخذ شيء، فهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في هذا الفعل؟ الخطوات سواء على الأمام أو على الخلف لا تضر الصلاة، إذا كانت لحاجة لا تضر. نعم. فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر ثم نزل، النزول هذا على التأخر. نعم، تقدم وراء، صعد المنبر تأخر ونزل عن المنبر وسجد في الأرض. نعم، ليعلم الصحابة كيفية الصلاة. نعم.